المجانين واجد، اذا بتستسلم لهذول المجانين راح تضيع حياتك. لذلك ارجوك توقف فقط عن الشعور بالعار. ستوب ستوب، لا تسمح لهذا الشعور ان يسيطر عليك. ارجوك ارجوك لا تسمح لهذا الشعور انك مثلا ما تكتب اسم ابوك، ولا ما تكتب اسم عائلتك، ولا تخفي العائله عشان ما حد يحكم عليك. خلهم يحكمون، طز فيهم كلهم. اللي يحكم لا يسوى، اللي يحكم عليك بناء على ابوك وجدك وخالك وعمك ما يسوى احترام ولا يسوى تقدير. انسان نايم ضعيف في الظلام، طز فيه وطز في كل اللي وراه. لا تهتم باي شخص بيصنفك هذا التصنيف، مو مهم اصلا. احسن عرفتوا انا ولد فلان، انا ولد العائله الفلانيه الفاشله. تبغون يشتغل عندكم ولا ما تبغون يشتغل عندكم؟ انا ولدهم، ايش سووا ولدهم؟ تبغوني ولا ما تبغوني؟ هذا انا. لا اؤمن بشيء اللي سووه، لا اعترف بشيء اللي سووه، بس ما يدخل فيهم، ما يدخل فيهم. بالتالي لابد لابد مهم انك تتحرر من شعور بالعار. ومسؤوليتك انك انت تنظف كل هالحوسه اللي هم خلفوها. وعلى فكره كارمتهم هم يتحملونها. ادعوك الى انك انت تحضر عندنا الثقه بالنفس، لانها تناقش شعور العار.